كنز كنز باشا. كنز. تحية باشا. تحية. وصراكم. نتمنى أن تكون ظاهرة تظاهرة ماراثون المشي تظاهرة سنوية تقام كل سنة، يعني تصبح عادة تقام في كل سنة في هذه الذكرى المصادفة في اليوم العالمي لمرض السرطان. استهدفنا فئة مهمة من المجتمع، تقريبا تعتبر فئة صامتة، هي فئة الكهول. هذه الفئة تقريبا تعاني من كما يعرف الجميع أنها تعاني من الفراغ. كنا نستهدفها كفئة أولى في نشاطنا، من بعد إن شاء الله في المستقبل نوسع، نروح للفئة النسوية، نروح للفئة الشباب والأطفال.